أسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تاب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم وكل ذنب أغنمته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يقول مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهدان ما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره